عليكم، معكم صلاح الدين حسني من الدار البيضاء، ممثل وعارض أزياء. وفي الدراسة ديالي كنت قريت جيسيون أوتوليير، ومن بعد كنت درت المسرح. وأنا صلاح الدين حسني، وهذا اون بريف. بزاف الناس ما عارفينش بلي انا دوزت الكاستين ديال السيزون الاولى ديال رضا الوالده، وكنت دوزت الكاستين وقالوا لي لا لاج باقي صغير، دونك ماشي في الكريتير ديال لاج اللي كانوا طالبين، دونك ما تخليتش فيه. وفي هاد الدوزيام سيزون نقدر نقول تخليت باغ شونس، دونك ما كنتش متسناه، ما كنتش كنتوقعو. حتى اتصلوا بيا قالوا لي بغيت نشوفك المخرجه اللي هي الاستاذه زكيه الطاهري، وكنشكرها بزاف على الثقه اللي دارت فيا وداك الحب اللي كانت كتعطينا في اثناء التصوير وكل شيء. يعني كنت كنشكرها بزاف بزاف بزاف. حتى قالوا لي تلاقى بها، راه بغات تشوفك. جيت تلاقيت بها، دونك هي غير شافتني قالت لهم فوالا سي لو قول دو حاجي. بالنسبه لي كان يعني واحد الخطوه اللي بيناتني الناس، سيرتو في التلفزه المغربيه، يعني بزاف ما كانوش كيعرفوا صلاح الدين حسني، شافوه او كيتسناو في حاتيم شكون هو حاتيم، شنو غيدير حاتيم. دونك واخا ما كانش عندي واحد لو رول يعني في لا سيري كامله، يعني ما بنت الحلقه 18 عاد بنت انا الظهور ديالي كان اول ظهور، من الناس كانوا يعني كيتسناو يترقبوا شكون هو حاتيم. لا ما كنتش كنتوقع يعني هذيك ردة الفعل ديال الجمهور، كيف قلتو سيرتو البنات. وباغ كونت كانت ردة الفعل ديال البنات والولاد، حتى الولاد كاينين شي ولاد يعني كانت ردة الفعل يعني إيجابية، والحمد لله يعني الشخصية ديال حاتم لقات إعجاب ديال الناس. وخا كانوا كيتسناوه يعني قبل، ما خيبهمش الظن من بعد، يعني بقات ديك النظرة الإيجابية. وحتى لدابا فاش أنا جاي عندكم دابا كيتوصلوني دي ميساج، سيدي حاتم غنتوحشوك، سيدي حاتم هذا. التعليق اللي بقى لي في بالي بزاف زعما، كان واحد يعني كان في جو كخوا في ليل 27، قالت لي يمكن هي بنت، قالت لي هذا شهر العطاء رمضان، عرفت ليلة القدر شهر العطاء، مكرهتش تعطيني الرقم ديالك. مكنعطيش الرقم ديالي الشخصي بيان سيغ، ميمكنش تعطيه كاع الناس. هذا يعني ماشي تشبيه، هذا بحال كيكبر بك شي واحد، دونك باش تكون كتشبه ليوناردو دي كابريو راه يعني واحد القيمه مضافه لك، يعني انت مغربي كيشبهوك بفنان عالمي يعني واخد الاوسكار وعنده افلام ناجحه من صغرو، دونك هذا تقدير وشكرا الحمد لله. نقدر نكون بحالو، نقدر نكون اقل منه، مي فلولوك من نتمنى نكونوا اعمال يعني ناجحه من بعد ونكون بحالو في شاف الكارير ديالو ان شاء الله. دي فوتو كاينين، دي فوتو كنشوف راسي كنقول شويه البروفيل كيشبه ليه، بزاف فوتو لا يعني بروفيل شويه، ملي كنكون بروفيل كيبان واحد شويه الشباب. وفعلا يعني كاين واحد العرض دابا حاليا ديال فيلم سينمائي فيه ولد حتى هو يكون من عائله برجوازيه وهذا، والممثل كيف كيقولوا خاصو يكون البيرسوناج اللي كيلعبو ياخذو، دونك سيرتو لو لوك يتبدل، البيرسوناج كيتبدل، دونك ما يمكنش تبقى محصور في دور ديال واحد ود العائله ودرياف وديما زوين وديما، دونك هذا ماشي عائق، لو لوك ماشي عائق. هي التجربه كانت بادوار صغار باش كنديرهم، يعني ما كيكونش فيهم بزاف يعني لقطه ولا هذا خفيفه. مي كنت لعبت سولدا امريكان في امريكان سنايبر ديال كلينتي ستود وبرادلي كوبر، كنت دوبلور ديال ساشا بارون كوهن في لا سيري دي سباي، كانت صورات العام اللي فات، يعني درت الدوبلور ديالو، كنت كندير الماسك ديالو، كنمثل في بلاصتو يعني ملي ما كيكونش هو كنكون انا في سور سان. كنت لعبت يعني دي بتي رول اللي عطاوني واحد الخبره في الميدان السينمائي والتلفازي ديال برا. رجاوي وكنساند الوداد دابا في هاد الوقت. يا
بيان سور ملي كتكون بلادك لعبه ما كيبقاش رجاوي ولا 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 ودادي ولا الكوكب ولا كيولي مغربي. دونك كمغربي يعني كتشوف الظلم، ما تبغيش الظلم ولاد بلادك، واخا يكون يعني ما العدو اللدود ديالك في الكوره ولا في هذا، يعني في المواقع في هذه المحافل وهذا الشيء هذا كيكون مغربي كثر، كتكون مغربي كثر. دونك هذاك الظلم كان في حق الوداد، وزعما سيبورتيت الوداد وبغيتهم يربحوا، وان شاء الله غادي يربحوا لتعاود الماتش. كنرضى النقل، ما كنرضاش النقل، لا بصح حتى في الطلباك وما كنرضاش النقل، ما كنعرفش ما كنجاوبش. ولكن الذكريات نقول لك واحد الذكريات، النهار ديال الباك كنت ندخل الامتحان، كان الفيزيك اول ماده كنا ندوزو الفيزيك، وكنت ما نعش، دخلت 8 الصباح وبديت كنجاوب وانا نعس وصل القسم، نعست فيقني الاستاذ كيقول لي فيق اولدي مالك لاباس واش مريض، فحص هاد الفحص كنشوف فيه، قلت لي لا لا ما مريض ما والو غير داني نعس. هادي ما حاجه عاقله، لا من بعد كملت الامتحان. هي ما كاينش فاشه الاحلام، فاشه الاحلام كتبقى في الاحلام، فاتت الواقع في الواقع، هذا هو الواقع. المهم زوجة المستقبل، إنسانة تكون عادية يعني ماشي شي حاجة، ما غاديش نقول لك تي دي كريتير لي، ما عارفين حنا المغربيات كيفاش دايرين وعارفين المغاربة كيفاش دايرين، دونك ما غاديش نطلبوا شي حاجة اللي ما كايناش. دونك فتاة تكون عادية، بنت عادية، بنت الناس، طريفة، مؤدبة، الشكل ما تكونش خايبة. بيبليك اللي كان شجع المسلسل ديال رضا الوالدة من البداية حتى النهاية، وكنشكرهم بزاف حتى دعموني وشجعوني يعني، وبزاف الناس تعرفوا عليا في داك الدور حاتيم وبغاوني في داك الدور وكيسولوني يعني واش كاين شي اعمال مستقبليه وهذا. دونك كنشكرهم بزاف، كنقول لهم ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وان شاء الله راه كاينين اعمال جديده جايه ونتمنى نعجبكم فيها.